هلما أيها المؤمنون. ولد المسيح، هللويا. أيها الأحباء، في هذا النهار نحتفل، نعم، بميلاد السيد المسيح، ونحن نقترب لنهاية هذه السنة وبداية سنة جديدة مباركة. زينة الميلاد ما زلنا نراها، التي تشير إلى موسم الاحتفالات بهذا الميلاد العجيب. فرح وبهجة بأن الخلاص تحقق من خلال هذا الطفل، وفي عمق هذا التدبير هناك السبب الأساسي لهذه الولادة، إنه الألم والموت لكي تعطى لنا الحياة. لو لم يكن الموت الكفارة هو الغاية والهدف للميلاد لما كان هناك ميلاد. لو لم يكن الصليب النهاية للألم لما كان هناك مذود يحمل الطفل. لو لم يكن إكليل الشوك الجاف على رأس المصلوب لما كان هناك طوق الميلاد الأخضر اليانع. أيها الأحباء، بالميلاد حددت رسالة المسيح، إنه سيخلص شعبه من خطاياهم، لهذا فهو عمانوئيل، أي الله معنا إلى الأبد. لقد جاء الميلاد أيها الأحباء ليقدم لنا الفصح المجيد. نعم، لقد افتدى الله شعبه من الخطيئة، وثمرت الخطيئة الموت. من خلال هذا المولود الذي عاش بيننا ليموت عنا ويعطينا حياة ويرفع شأن أبناء الله المخلصين. هذا هو المسيح الذي نهتف إليه مباركين وساجدين. ولد المسيح، هللويا.